السلام عليكم، انا الام تاع هاد العائل، هاد العائل هذا، هذا ولدي، وانا مقرفصه على ولادي، انا سعيت على ولادي، قول شي درتو على ولادي، وهاد السيد هذا تهب ليا ولدي، عقد ليا ولدي، دابا هنا انا الهومه كاملك وما كانتش عارفاني، كون انا جات الشهداء من لي، وانا كنطلب من النيابه العامه تشوف ليا حقي، وكنطلب من القاضي التحقيق يشوف لي يشد ليا حقي، انا عقدوا لي ولدي وعقدوا لي حياتي، انا تكرفصت على ولادي، سعيت على ولادي، قطعت لحمي على ولادي، وهاد السيد هذا كنطلب مساعدة الوكيل والنيابه يجبدولي يجبدولي ضروري باش ترتاح النفسيه ديالي، انا تعقدت انا ولدي، اش هاد العيات هادي، اش هاد الشيء. انا منين سقت الخبار هبطوا عندي هي الجيران وراوني في التليفون، انا راني من نهار السبت ما كليت ما شربت لا انا لا ولدي، انا مريضه نفسانيا، انا كنطلب من سعاده الملك يجي يشد لي حقي ويشوف لي هادشي اللي عمل لي اللي عمل لي هادشي، وهذا كنتمناه يقبضوه لي في اقرب وقت، في اقرب وقت، في اقرب وقت باش ترتاح النفسيه ديالي انا ولدي، يا ربي، وكنطلب يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، يا ربي يا ربي تبين لي حقي في هذا السيد هذا، يا ربي يا ربي. لا هادشي كيقول لك دار الدعارة، ها هي الدار ما كاين فيها لا دعارة لا حتى شي حدا، هذا بغى يدير كراد علينا انا ولدي، نصابنا دراوش ما تحتناش الرجال، وحنايا ما عندنا لا دعارة لا حتى حاجة، انا سعيت على ولادي، تكرفصت على ولادي، تقطعت لحمي على ولادي، وهو كيتهمنا بغى يزيد كراد، هو وهاد الصحافي، هو وهاد الصحافي خصهم يبانوا لي، خصهم يبانوا لي، وسعادة الوكيل يبين لي حقي في هاد السيد، هما بجوج بيهم بجوج بيهم باش عاد نرتاحو نفسانيا، حيت علاش عقدونا عقدونا كوما كانش الحومه عارفيني انا وولادي، انا 9 سنين وانا ساكنه هنايا، الطاكسي ما كيجيبنيش للباب، وهاد السيد هذا خرج لنا على حياتنا، عقد ليا ولدي، حنا ما كناكلو ما كنشربو، علاش حيت انا ملي كنخرجوا الناس كامله كتشوف فينا، الحومه عارفه شني كنسوى، بصح على برا ما كيعرفوش شني كاين، بصح انا كنتمنى كنتمنى من المخزن وجلالة الملك وقاضي التحقيق يحضرنا هذا، يحضروا في اقرب وقت، اقرب حالة ولدي مريض نفسانيا، ما كياكل ما كيشرب، لا انا لا هو، حيت علاش هادشي الناس الحومه عارفين شني كنسوى، بصح الناس على برا كيحتقرونا بديك الشوفه ديالهم، فهمتي؟ كل واحد كيشوفنا انا ولدي كيبقاو تشوف 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 كيهضروا كنسمعوا هكا الهضره، هكا الهضره في وسط هكا، يعني بلا ما نقول لك المجتمع ديالنا ما كيرحمناش.